بالنسبة لضربه أي الضيقة، هو مرض الساعة، لأنه مرض الساعة الأطفال يعني تقريبا 25% من المصابين يكون كيقدر الأطفال الصغار كتكون عندهم يلاه كي في تزاد وكيعطيهم الحليب الاصطناعي كيقدر يدير اندرميت اتوبيك، يعني ديكزيما ديال الجلد، وهاد الاكزيما ديال الجلد قدر مع المده كيتطور ليه ولي الربو يعني الضيقه. وكاين الحساسيه يعني لا غينيت اليرجيك، يعني الحساسيه ديال الانف ولا الحساسيه ديال العينين كتقدر تنزل ليه للصدر وكتولي ربو، كيولي الصدر يصفر ليه ولا مزير من صدرو كتولي ربو. وديك الساعه انه كياخذ ان كنعطيه وصفه ديال العلاج فيها البخاخ من بخاخ، وكنتبعوا معاه باش ما تطورش ليه تولي ضيقه حاده يعني، وتقدر الدواء وتقدر تعيش معه، ولكن يكون واحد الاستمرار في العلاج مع الطبيب ديالو ونتبعوا ليه. وكاين من بعد كنديروا ليه واحد لي فحوص وهما لي بريك تيست باش نعرفوا اش من الاليرجي اللي عنده، وكنتبعوا ليه واحد الجلبات بور لا ديسونسيبيليزاسيون كونتر هاد لا مالادي، كيتبع ديسونسيبيليزاسيون مده 3 سنين حتى 5 سنين اش كيتسال ديسونسيبيليزاسيون سي تي اليرجين كندخلوا ليه بصفه قليله الى الجسم باش يتعود على هذاك الاليرجين وما تطورش ليه الضيقه الى ضيقه حاده.